أكيد عرفتوا عن شو حلقة فاشينيستا لليوم، ورح نحكي طبعاً عن لونات سولير، عن لونات بشكل عام، عن العوينات بشكل عام للصيفية. شعتيني؟ موجود. وينك رولا؟ أنا هون. كتير حلوين العوينات اللي لبستيهم اليوم. حبيت أعمل حلقة عن العوينات، لأن العوينات رانيا بنعاد من أكثر الأكسسوارات. خلينا نشوفك. This is me. أنا شخص كتير بحب، أنا شخص كتير بحب اللونات، وبعتبر أكسسوار كتير مهم تيكمل اللوك. أوكي. تعرفي هلأ مودة اللونات صارت الألوان، الموديلات، راوند، كاري، أفييتر، من جميعه. والألوان أنت بلشت رانيا، ما بتخليني لها. أوكي. أنت تحكي شو بدك. أوكي. أنا جايبة تشكيلة من آي جلاسز لكل حدا عنده بيحط عوينات نظر، بس هلا عم نشوف التندانس عم بيكون حتى العوينات النظر رانيا عم نروح نسهر فيه بالليل ونروح نتعشى فيه بالليل، خليكي شوي بهيدا العوينات. أكيد، خصوصي لما بيكون ما عبالنا كثير نحط ميك أب وعبالنا نخبي هيك إذا تعبانين شوي عيوننا. مظبوط. بفتكر هي الوسيلة الأنسب. الوسيلة الأنسب، لكل حدا بيحط عوينات نظر، في روح إذا ما بده أكيد بالبيت فينا نكون بالبيت نستعمل عوينات يلي بدنا إياه، بس لبرا لنظهر فيهم لبرا أنا بفضل يكون عندهم ستيل. يعني أنت اللي بستيل كات آي رانيا عم تشوفه من سنة لسنة دارج، وبعده عم يدرج، عم بغيروا شوي أكتر، بيعملوا بوينتو، عم بغيروا بالألوان. هيدا اللي بستيل أنت إيزلي فينا نظهر فيه، نسهر فيه، نتعشى فيه، بيعطي ستيل. حتى فيه روح فيه على الشغل. أنا بتروحي فيه على الشغل، نحن بنجي فيهم اوقات عشان بصير هالبليزر رانيا، بس لفرج اللوك قد ايه بيفرق. بصير انت بصير هيك اكثر، بتصيري انت الاكتوال، بتصيري اكثر بزنس ميتنج رايحه، او برجع انه كون معلمه ترجع. ايه اكزاكتلي، حتى ما يتغير شيء عليك. بقى هذا اللي بدي اقوله رانيا، اللبس العوينات فينا يكملنا اللبس تبعنا. رح فرجي بعد شوي، خليني احط اسود مع الجاكيت لك. انا حانقل لهيدا العوينات اللي هو الايكاي. كمان رانيا اللون البني، شفتي كيف من هون كيف جاي؟ كتير حلوين هون، منحس قديم جديد. رولا قديم جديد، ايه الفارم كتير حلوة وبتلبق ل هون صرت انتلو على الاخر، هون انتلو على الاخر، يعني ناقصني القلم والكتاب واخذ نوت. المدرسة نرجع على المدرسة. على كل حال بيمشي كتير للتين ايجرز، بفتكر هيدا الراوند اجمالا، وهيدا بيمشي كتير للتين ايجرز. قد ايه الارمي دارج مع الارمي، صار عندنا مدخلينه باللونات. عم تشوف هون البينك ارمي لكل الجان بالمدرسه بيحطوا عوينات. اتس فيري نايس. فكره ميرسي. يحطوا عوينات فانكي راني، هيك بحسوا حالهم ما بيقدروا يعملوا عمليه بعد، يمكن ما بيقدروا يحطوا لانتي. انا شخص ما بيقدر يحط لانتي بعيونه، بغير بالعوينات حتى ضلني بقشع بذات الوقت تكون ترندي. اكيد. اوكي. اكيد. ونحن بنعرف انه الاولاد حتى هون للبنات الصغار، ايه مثل جيد بنتي. مزبوط. لانه انا كثير بغير لها كمان جيد. مزبوط. فهون بغيروا يعني. مزبوط. وبيقدر يلبق مع كثير الوان، حتى بينكش لون البنات المارمي، يعني زيتي وزهر كثير حلو. مزبوط. رانيا بننقل للشيدز، للسون جلاسز كمان للبنات مهضومين كثير. مهضومين هون اكثر للبنات، للزهر. لاحظتي كيف كنا وقتها كنا نحن بالمدرسه كيف كان عويناتنا، كيف كان الكلاسيك اللي ما عنده كونتور يلي بيجي ترانسبيرنت كله، وهلا قد ايه صارت في موضه خاصه بالعوينات، صارت بارت اوف ذا كل الاوتفيت من فوق لتحت، صار فينا نغير بالعوينات. رولا لانه بفتكر هون الشق النفسي مهم كثير، ونحن اكيد رح نعمل حلقه كثير قريبا بفاميلي عن هالموضوع، يا ريت بتكوني معنا. اكيد. انه قد ايه كمان النفسيه بتاثر، او الاشياء الخارجيه بتاثر على أكيد. النفسيه، فهون مثل ما كمان تفضلتي وذكرتي رولا قد ايه بيكون في تغير، تقبل كمان للوضع، خصوصا لما بيكونوا مغيرين بين رفقاتهم الاولاد، فهالشيء اوقات بيزعجهم. اليوم صار الباقيين بدهم يتمثلوا فيهم، يعني بدنا نحن كمان نحط لونات، يعني اذا هيك كوليكسيون اكيد. اكزاكتلي. اذا هيك كوليكسيون صارت الاولاد عم بدي اقول لك شغله رانيا، انا عندي كثير عوينات نظر بس ماني حطت لهم نظر، بظهر فيهم بنهارات العاده لاعمل ستايل لالي. هلا نحكي عن الستايل شوي، لنبلش بالعوينات الشمس، شو رايك رانيا؟ هلا بالصيفيه من رايك دائما من عندنا
مايويات كل واحد لون، عندنا تياب كل واحد لون، بدنا نلبس اشياء عوينات نغير بالعوينات. وجبتينا كل شيء اوتفيت فوق المايو كل واحد لون، كل واحد لون، يعني مجبورين نتماشى معك. مزبوط، ما في يكمل اللوك كله بلا العوينات. ذاتس واي بالعوينات خلينا نبلش نفرجي عوينتك. في روح شوي فينتج، روحي شوي فينتج، خلينا نرجع شوي بالزمن. ريترو كيف رح يطلعوا على فكره؟ اوف ريترو على الاخر، ريترو على الاخر. حطي لي معهم، حطي لي هيدي الشابو معك رانيا شوي. مصره تخربيها شغلات. ايه مش خربت الكسخة هذا، ليك تفضلوا. مهضومة كثير طالعة باي ذا واي رانيا انت بهيدا اللوك. بفتكر مع هالشابو كمان فينا نحط اشياء شوي مودرن اكثر. انا كمل معك، انا لبسة كمان واحد ابيض رانيا، عوينات بيض كثير حلوين. الابيض كثير دارج هيدي السنه. الراوند شو قصته؟ بنشوف الراوند عم نشوفه كثير هالفتره كثير. واو انت عندك تت اليونات باي ذا واي، انت ايه عندك شابو. تت اليونات أنا وعندك شابو. سو رانيا عم نشوف الراوند هالكم سنه كثير دارج، بيلبق مينلي لكل الوجوه الراوند. خلص حطيتي ومشيتي، خلص لقيت الستيل تبعك، لقيت الستيل تبعتك. هيدا خليكي انت بهيدا. ليكي هيدا رانيا فلات. لاحظتي شوي لميع اكثر كمان هون بين عم نشوف الشيب، منا راوند راوند هيك مثل على محتارة أوفال، محتارة على الآخر، محتارة على الآخر. ليكي هون قد ايه حلو اللون، كثير حلو باي ذا واي. والسنة رايحين أكثر بالنيرولا ولا بعدنا على الأسود بالصيف؟ يعني شفنا كثير جولد بهالكوليكسيون يلي موجودة هون، كثير جولد، كثير على ذهبي وعلى بني، شو الصيفية؟ لا العوينات عم نشوف من جميع، وأكيد الأسود دائما بريزنت بكل العوينات، عم يتدخل له ذهبي، عم يتدخل له سيلفر، يا رهو لإلي، أوكي. عم يتدخل له كل شيء. بس بدي أقول شغلة يلي كثير بلشنا، يلي أكيد 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 ما حنشوفه كثير هالسنة، عم نبلش نظهر من المرر. عم نبلش نظهر من المرر. طب أنا ولا مرة حطيت مرر، ما حطيت إلا مرة واحدة، ما بعرف ليش ما بتقبلهم، بتحسيهم إنه بياكلوا شوي الوجه رولا. بس كانوا كثير كانوا كثير درجين المرر، وعطوا كثير افكت رانيا، وكانوا حلوين صيفيه هيك مع المايو هيك، كانوا كثير عم بيكونوا حلوين. انا حغير شوية ستيل، انا حغير الشابو، اعطيني ثاني شابو فرجيكم بعد شوي. القطي رانيا شوفي شو بدك، بدي فرجيكم عن عوينات عبالي فسر عنه كثير. هيدا العوينات، هيدا العوينات عم نشوفه هيك، اوكي. بحط له انا هيدا بانتير شابو. لحظة شوي رانيا، شوفي لي هيدا رانيا. بيتغيروا هيدول، بيتغيروا بتعلقيهم على اللونات، بتعلقيهم على اللونات، بيصير شمس ونظر. هيدا هو، كثير حلوين، كثير حلو هيدا، كثير براتيك. فيي انا حط حيلا كليب اون، حيلا كليب عليه، حيلا لون. شوفي رولا قد ايه ستايلش هول اللونات بالذات، كثير حلوين، كتير حلوين للأشخاص اللي بيحبوا ينوعوا، عندهم كذا لون. فهون هيك هالبوردو مع الدوري كتير حلو هالألوان. شفتي كيف صاير العوينات رانيا؟ ما بقى صار العوينات لون واحد منحطه، عم يتدخل فيه ألوان، وعم حتى الإزازات عم ساعة رينبو منشوفها، ساعة منشوف ضربة على أزرق، ساعة منشوفها ضربة على أخضر. حسيت حالي على البحر فجأة. هيدا كثير حلو. عم نشوف رولا شغله، انه في عنا الكات، في عنا الكاري، في عنا الراوند. طب السنه وين نحن؟ يعني هلا الاشخاص اللي عم يحضرونا رولا، اذا بدنا نعطيهم نصيحه وحده او اذا بدنا نقول كلمه وحده، السنه شو دارج؟ كله دارج. طب ما فينا هيك، كله دارج، كله نحتار. كله دارج. ما بتعرفي هيدي الفاشن رانيا، بالفاشن ما في شيء عم، يعني كله عم يدرج. هو عم بخلونا يدرج هيدا الشيء حتى نشتري كذا كذا عوينات، حتى نشتري كذا هيدا موديل. فخ هيدا فخ عم نوقع فيه، بس لانه بعتبر انا العوينات بيعطي كثير ستايل. ليكي هيدا العوينات قد ايه اعطاكي ستايل؟ يعني هون اذا شلت الشابو صرت بغير جو كليا، مع انه بعد حاطه زيت اللونات، وهون بيعطوا شوي هيك اليجنس اكثر ولا وكان، يعني لستات حلوين
وبيعطوا تقل كمان بيعطوا هيدا. وانا يلي لبسته قد ايه غيرنا عوينات، كل واحد اعطاني لوك شيء، كل واحد اعطاني ايدنتيتي شيء، وحسب شو كنتوا لابسين، شابو، هيد باند، فلات باجركم، كعب باجركم، العوينات كثير. لكل اوتفيت له عويناته. لكل اوتفيت له عويناته وشخصيه مثل ما قلتي، ولا بتتغير كثير اكيد. يعني مثلا هون رجعتي تين ايجر كمان، وانا بفتكر صار عندي اثنين لونات مبروكين، بفتكر انه خلص وقتنا ما عم بسمع شيء. اي مضبوط، خلص وقتنا. ثانك يو لك رانيا، وثانك يو ليارا كمان، اكيد بدنا نرسل ليارا على عوينات. نحن رح ناخذ وقفه سريعه ونتابع مع صوتي بفتكر.